السلعة كاينة موجودة الحمد لله، كل شيء كاين، الإقبال على السلعة، كاين الوجد، كاين أنواع في الحلويات، وكاين الشريحة كاين فيها الجودة، هي واخا غالية شوية الشريحة كاين فيها الجودة، والقرقاع كاين، البلدة كاين، الرومي، كل شيء السلعة كاينة، كل شيء الحمد لله، كل شيء كاين، الإقبال على السلعة. الأثمنة حاجة مزيانة وحاجة الجودة، الجودة داك الشيء كنجيبوه خضرة نقولوه على يدينا هنا، كل شيء تتقلع على يدينا، لا كاوكا ولا كاجو ولا البيستاج، اللوز، كل شيء تنشريوه خضرة نقولوه على يدينا. بيت الخضر نعطيك الخضر، بيت المقلي نعطيك المقلي. اللوز الخضر داير 70 درهم، والمقلي داير 90 درهم، القرقاع داير 90 درهم، وكاين واحد الماركه دايره 100 درهم، كاين البلدي كاين الروم. هي الشريحه قلت لك هي اللي زيد هذا العام شي شويه الشريحه. داير ما كايناش، شوف الكرمص، الكرم دابا ما كاينش. هادشي اللي كاين. ما الشريحه كاين الجوده، كاين الشريحه واخا غاليه شويه دايره 110 درهم، ولكن كاين فيها كاليتي مليح. وكاين ديال 100 درهم غير صغيره شويه ماشي. وبالنسبه للتمر، التمر كل شيء كاين تبارك الله مزيان، كل شيء كاين الجديد، كل شيء الحلويات كاين الجديد، اللي فروي كاين هو الجديد، كل شيء كل شيء كاين المليح داك الشيء. الصراحه كاينه بالنسبه ديال البلاد وكاين ديال تركيا، كاين فيها جوج نواع، كاين ديال وازن وكاين ديال تركيا. وبالنسبه لداك الشيء الجوده كاينه اخي، الجوده كاينه، طلب كل شيء على القرقاع على اللوز، كل شيء الفاقيه كامله عليها الطلب، الفاقيه كامله عليها الطلب، كل شيء عليهم الطلب. وبالنسبه للقرقاع واللوز والفاقيه كامله، كاوكا والحمص قريشلات، لا الثمن كاين شويه زيد شي نغايزه في الجمله، في الجمله زايده شي نغايزه تقريبا شي 3 درهم 4 درهم ديال الفرق بالزايده باش 3 درهم 4 درهم اللي زايده ديال الفرق. هادشي اللي كاين، كاين شي سلعه اللي مزيوده فيها وكاين شي سلعه اللي ناقصه منقوصه فيها. الفاقيه الجديده كاينه سيدي، الفاقيه الجديده اللي كاينه هو هادشي اللي كاين هنايا دابا. الفاقيه الجديده كاين كوكو بريزيل، كاين نوازيت، كاين لاكاجو، كاين البيستاج، ها هي هادشي اللي كاين الجديده، وكاين النوكا، كلشي الحلويات كاينين، كاين الشوكولات ديال برا وديال ديال الشمال، كاين فيه تاو النواع، كاين واحد النوع اخر ثاني ديال الشوكولاته ها هو هذا النوع تاو زواون ديال 140 درهم. ايوا كاين كلشي كاين الحمد لله الخير، بيستاج، نوازيط، حمص، كاوكاو، اللوز، اي حاجه عطيتيها لي راني نقليها. حنا الحمد لله ان شاء الله باذن الله كان الجوده مضمونه. 5 كيلو كندير، 5 كيلو كتاخذ لي ساعه ونص، نص ساعه بعض المرات الا كنجهد البوطه ولا كنقص البوطه على حسب. كياخذوا الحبوب ديالنا جافه يعني طيبه طريه، ماشي الحبوب اللي هي جالسه عام ولا 15 يوم، هي موجوده في البلاصه كيطلبوها بزاف، لا اكثريه كيجي كياخذ عندي السخون. والأثمنة شوية طالعة مقارنة مع الأعوام اللي فاتت، وبالنسبة وكل عام كتزاد حاجة بالنسبة للفاكهة، الأنواع، الحلوى، الطقوس. هذا العام هذا بالنسبة للطقوس شوية طقوس ماشي بحال الأعوام اللي فاتت، ربما الكورونا هي اللي خلات ولا هذا الأثمنة اللي طلعت في المواد كاملة. أنواع ديال الفاكهة بالنسبة كاين اللوز، كاين القرقاع، كاين داك القريشلات، كاين الحلوى، كاين دوك الحلوات اللي فيهم الألوان، كاين بزاف، كاين دابا وكل عام كتزاد حاجة. بالنسبة للأثمنة، الأثمنة شوية زايدة هذا العام. بالنسبة دابا اللوز كاين ديال بالنسبة للقرقاع كاين 90 درهم 80 درهم، شي حاجة مزيانة. وبالنسبة للوز كنا كناخذوا زايدة تقريبا 30 درهم 30 درهم 20 درهم بالنسبة للحاجة. بالنسبة للوز زايدة فيه 30 درهم، بالنسبة للقرقاع حتى هو زايدة فيه 30 درهم، الأثمنة زايدة شوية.